الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع. رواه البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. وهو في السلسلة الصحيحة. وعن خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال، ثم التفت فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهب أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل. صححه الألباني في صحيح ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة. وعن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. فذكرت ذاك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشية لسمعت وأطعت. رواه البخاري. وعن ثوبان قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. صححه الألباني في صحيح الترمذي. وقال ابن العربي في أحكام القرآن الصغرى: وقد اختلف في الحلي، فقال مالك والشافعي: لا زكاة في الحلي المباح. وقال أبو حنيفة: تجب فيه الزكاة، ولم يصح عن رسول الله فيه شيء. فأما أبو حنيفة فتمسك بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين، ولم يفرق بين حلي وغير. انتهى. قلت: وقول أبي حنيفة في وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة هو الصواب، حيث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما حديث في وجوب زكاة الحلي، ومنها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: هما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حسنه الألباني في صحيح النسائي وفي صحيح الترمذي وصحيح أبي داود، وصحح رواية أخرى في صحيح الترغيب عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. بل وصحح الحافظ الألباني أحاديث عدة في كتابه آداب الزفاف في تحريم لبس الذهب على النساء، ومنها عن ثوبان رضي الله عنها مولى رسول عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بنت هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب، أي خواتيم كبار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها بعصية معه،
يقول لها: أيسرك أن يجعل الله في يدك خواتيم من نار؟ فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة وأنا معه، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذا أهدى لي أبو حسن، تعني زوجها علي رضي الله عنه، وفي يدها السلسلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار؟ ثم عذمها عذما شديدا، فخرج ولم يقعد، فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها، فاشترت بها نسمة فاعتقتها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار. قال الألباني في آداب الزفاف: إسناده صحيح موصول. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وعذمه بلسانه، يعذمه عذما، لامه وعنفه كما في لسان العرب. انتهى. قلت: والحكمة من ذلك والله أعلم أن الذهب هو عماد اقتصاد الأرض، وقد جعله تعالى عملة الناس يشترون ويبيعون به، وليكون معيارا يقيسون به الأسعار ويتقايضون على أساسه. فإن جعل حلية تلبسها النساء زاد الطلب عليه وارتفع ثمنه، وأصبح سلعة تشترى وتباع، وهذا عكس ما أراده الله سبحانه، فإنما جعله الله تعالى نقدا وعملة لا حلية وسلعة. وهذا ما خرب اقتصاد الدنيا في أيامنا، خاصة بعدما حررت غالب عملات البلاد من الذهب. فالتحلي بالذهب وهو أساس عملة الناس نصف الخراب، فلما حررت العملات من الذهب جاء الخراب كله. وقد كان العرب قبل الإسلام يغير بعضهم على بعض، فكانوا يستثقلون أن يضعوا القتال 3 شهور حرم متتالية، فابتدعوا بدعة النسيء، وهي تأخير تحريم القتال من محرم إلى صفر، كي يتمكنوا من الإغارة والقتال في شهر محرم بعد قعودهم عنه 2 ذي القعدة وذي الحجة. فأنكر الله تعالى عليهم بدعتهم هذا. قال ابن العربي في أحكام القرآن الصغرى: اعلم أن المواطعة هي الموافقة، وقال: الكفر هو الجحد بالله. ثم قال: قال قتادة: عمد قوم من أهل الضلالة فزادوا صفر في الأشهر الحرم، فكان قائمهم يقوم في الموسم فيقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت العام المحرم، فيحرمونه ذلك العام، ثم يقوم في العام المقبل فيقول: ألا إن آلهتكم قد حرمت صفر، فيحرمونه ذلك العام ويقولون صفرا. قال مالك: فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هام ولا طيرة ولا صفر. انتهى. قلت: والحديث رواه مسلم بلفظ: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، ورواه البخاري بلفظ: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على شرح النووي: الطيرة هي التشاؤم بالشيء، وقوله لا هامة إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، وهي بتخفيف الميم على المشهور الذي لم يذكر الجمهور غيره، وقيل بتشديدها. قاله جماعة وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري الإمام في اللغة. انتهى. قلت: وأما قوله لا عدوى فهو النهي عن الاعتقاد أن العدوى تقع بغير إذن الله تعالى، وليس المقصود نفي وقوع العدوى بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح، متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري السابق: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه فرارا منه، متفق عليه. وقال ابن حجر في الفتح: قوله فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأربعة باستحلال القتال، وقيل بارتكاب المعاصي. وقال العقبري في التبيان: كافة مصدر في موضع الحال من المشركين أو من ضمير الفاعل في قاتلوا. انتهى. وقرأ ورش وأبو جعفر: إنما النسي بتشديد الياء من غير همز ولا مد، والباقون بالمد والهمز النسي. فإذا وقف حمزة وهشام عن ابن عامر، وافق ورشا وأبا جعفر،
وقرأ حفص وحمزة والكسائي وخلف: يضل به الذين بضم الياء وفتح الضاد، ويعقوب بضم الياء وكسر الضاد، والباقون بفتح الياء وكسر الضاد، كما في تحبير التيسير ومختصر الداني في مذاهب القراء السبعة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.